مبروك فوز غالي للنادي الاهلي. اه طبعا يعني احنا بنتكلم على عدد البناط وعلى المباريات والمكسب. احنا بنقول احنا في ظروف صعبه جدا، ظروف طول الوقت فيها اجهاد، فيها سفر، فيها حاجات، كل ده مباريات صعبه للغايه، كل 3 ايام في حر في اخر سنه، في اخر السنه مشكله كبيره. يعني اي فرقه في الدنيا تتعب في الظروف اللي زي دي، كونك انك بتكسب دي حاجه مهمه جدا، ودي اهدافك. هدفك انك تقعد تكسب بأبسط مجهود وبأقل مجهود وبتدوير لاعبين كتير واشتراك لاعبين كتير يقدروا يلعبوا. انت عندك مباراة القادمة مع بيراميدز يوم الجمعة، دي مباراة مهمة جدا، ولكن خليني النهاردة اقول لك ان اللي عمله النادي الاهلي تاني شوط كان يجب ان هو يعمله اول شوط، صح، وكان يخلص ويرتاح اكتر. لكن يعني تدارك مستر كولر، ودي حاجة عجبتني فيه النهاردة، يمكن غير من نفسه شوية، وده تطوير مهم جدا. هو كان دائما، عشان بس تعرف ان انت في انهي ظروف، انت في ظروف استثنائية. هو مستر كولر طول عمره بيغير في الدقيقة 80 والدقيقة 70، ولكن ما يقدرش في الوقت الحالي. يعني في تغير، التغير بتغير الوقت والزمن والجهد والمجهود والمباريات الكتير اللي لعبها، صحيح، ولكن وصل لهدفه. يعني هو هدفه انه يخرج بالثلاث نقاط وبدون اصابه لاعبين وبدون انذارات كتير، ودي حاجه مهمه جدا. انت بتتكلم في وقت استثنائي يا كابتن ايمن، صح، والمباريات اللي فيها الاستثناء دي اللي احنا بنتكلم عليها يجب انك توصل لهدفك من اقرب طرق. ما تجيش تقول لي انا الاداء لازم يبقى مميز قوي والحاجات دي، لا. يعني الفرق الكبيره دايما بيبقى عندها مستين، هي يعني فرقه كبيره وبتعمل مباريات كويسه وبتكسب، ولو هي مش في يومها بتكسب برضه، وده المهم. والحاجه المهمه ولو هي بتقع في مباراه بتقف بسرعه على طول، بترد بسرعه. صحيح. النادي الاهلي النهارده مبروك الثلاث نقاط، انا سعيد بيها انك هتخش بالعلامه الكامله 12 مباراه ورا بعض مكسب. عندك الاهم، صح، المباراه القادمه، وانا افتكر تاخير اللي حصل النهارده ومن التاخير من الاداء تفكير في ماتش الجمعه، او بالمعنى الاصح ريح لعيبه للجمعه. كابتن بلال مبروك النادي الاهلي، فوز تاخر للشوط الثاني ولكن في النهايه تحقق الهدف.